أروع ما قيل في الزهد. قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف، فزهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. قال الحسن بن يحيى بن كثير: حدثنا خزيمة أبو محمد قال: كانت دعوة أبي بكر بن عبد الله لمن لقي من إخوانه أن يقول له: زهدنا الله وإياك زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات، فعلم أن الله يراه فتركه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. حدث علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لسفيان بن عيينة: من الزاهد في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. قلت: يا أبا محمد، قد أنعم عليه فشكر، وابتلي فصبر، وحبس النعمة، كيف يكون زاهدا؟ فضربني بيده وقال: أسكت، من لم تمنعه النعمة من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد. قال عثمان بن عمارة: كان يقال: الورع يبلغ بالعبد إلى الزهد في الدنيا، والزهد يبلغ به حب الله تعالى. وعن يحيى بن أبي كثير قال: كان أبو بكر الصديق لا يدع هذا الكلام أن يقوله كل جمعة في خطبته: أين الوضاءة الحسنة وجوههم، والمعجبون بشبابهم؟ أين الذين بنوا البنيان فحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة من مواطن الحرب، قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا كلا شيء، وأصبحوا قد فقدوا، وأصبحوا في ظلمات القبور؟ الوحى الوحى، ثم النجا النجا. عن أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك البشير من الله عز وجل، إما برضا أو بسخط، ويوم تقف فيه على ربك آخذا كتابك، إما بيمينك وإما بشمالك، وأول ليلة تستأنف المبيت في القبور ولم تبت فيها قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة ليس بعدها ليل. وعن علي رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله، ولم يترك القرآن إلى غيره، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في فقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر.